السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو مختلف، هنتعلم فيه مهارة مختلفة، ازاي نصلح الكالون او ترمبة الكالون لما يكون المفتاح بتاعها ضايع او مفتاحها باظ او مش شغالة، هنعملها ازاي. هنا طبعا ادي الكالون ده، المفتاح ده مش بيفتح عليه لان هو مفتاحه ضايع. هنتعلم المهارة دي ونجربها في اي كالون، اي كالون سواء عادي او مفتاح اوتوماتيك. طبعا هنا مش بيفتح ولا الناحية دي ولا الناحية التانية. طيب ازاي هنمشي بالخطوات دي او ازاي هنعمل كده؟ عندي اول شيء الجزء ده لازم يطلع، اللي هو بيلف عشان يلف الرفاص بتاع الكالون، لازم نطلع. في هنا عندي بنز او تيلة ماسكة الجزء ده بتمنعه ان هو يطلع، فانا التيلة دي هتتشال. طيب لكن قبل ما نشيل التيلة لازم نلف الكالون ده علشان نقدر نحرره من البنز والسوسد بتاعته اللي هي او البلي بتاعه اللي ماسكه. طب هنعملها ازاي؟ عندي طريقتين للموضوع ده. ممكن هجيب مفتاح يكون اسنانه طايره زي كده بيدخل عليه، الاسنان بتاعته مفيش اسنان، لو قارناه حتى بمفتاح تاني ادي الاسنان اللي فيه والتاني مفيهوش اي اسنان، ونجرب ان احنا نفك بيه، بس هنشوف الطريقة ازاي. الطريقة التانية بنجيب بنسة شعر ونفردها ونحاول نشتغل بيها، وبندخلها من فوق كده بعيد عن البلي بتاعه، وبرضه هنضغط ضغط خفيف. انا بفضل بنسة الشعر. ونجيب الخشبة، اما هجيب مفتاح او بنسة شعر، نجيب خشبة زي كده ونحط فيها بنسة الشعر او المفتاح ايا كان المتوفر عندك، ونضغط ضغط خفيفة. يعني التركية كلها انك بتضغط ضغط خفيفة على المفتاح يمين او شمال، ومع الضغطة دي بتنزل تخبط بجسم الكالون على الخشبة دي، فمع الضغط والتخبيط البلي بيتحرر، فبتلف بيلف الرفاص، فخلاص كده بقينا المشكلة نصها اتحل. انا بفضل السلك بنسة الشعر عشان بتكون مرنة شوية اكتر من المفتاح. المفتاح ممكن مع الضغط يتكسر او يتني، فبنسة الشعر مرنة شوية، والفها واضغط بيها لغاية لما تلف الرفاص بتاعي، وكده يبقى نص المشكلة تقريبا اتحل. فاضل اني اطلع الجزء ده وخلي بين البلي، لان البلي طبعا هيتنطط. بس طبعا في طريقة احنا بنعملها علشان البلي ما يطلعش من مكانه، هو في حاجة اسمها مشبك بيستخدموه الصناعية علشان تمسك البلي من مكانه ما يتنططش. بس انا عملت حاجة تاني مشابه لي، جبت جزء زي كده دائري، الدوران بتاعه ده هو كان مدور بس انا قطعته، الدوران بتاعه يتماشى مع الدوران بتاع الكالون تمام، ولحمت فيه بمعجون الحديد بنسة شعر بنفس الشكل ده. طبعا المسافة دي كد مسافة اللي هي تغطي على البلي عشان السوسة ما تنطرش مني البنز بتاعه. طيب دلوقتي هنشوف هنعملها ازاي. هنجيب ادي الخشبة وادي الكالون معايا، وهحط عندي السلك، بس خلي بالك السلك لما احطه يكون من فوق ما يكونش من تحت ماسك بعيد عن البلي يعني بتاعه، من فوق، والفه واضغط عليه وابدأ اخبط بجسم الكالون على الخشبة، بس اكون صبور شوية لان ممكن الموضوع يطلع من اول مرة ياخد شوية معايا شوية بشوية، بس اهم حاجة يكون ضغط. يعني طيب انا السلك بس طلعته، واحاول بس اضغطه والفه تاني، وهلفه كده احاول يعني ادخله من الخرم ده بحيث ان يكون هو ضاغط نفسه، عشان ايه بدل ما ماسكه بايدي وضاغط يعني. ودخلته بالطريقه دي هو كده ضاغط لوحدي، ابدا بقى اخبط تاني لغايه لما يفتح الرفاص مني. كنت صبور بس شوية، ايوه اهو كده الرفاص لف اهو، شايفين طلع اتحرك من مكانه.
كده خلاص نص المهمة انتهت. نشوف بعد كده هنعمل الخطوة التانية ايه. هنجيب دلوقتي هنشيل خلاص السلك او بنسة الشعر، ملهاش اي لازمة دلوقتي بالنسبة لي. ممكن الف الرفاص كده بس خلي بالي عشان ما يرجعش للوضع الطبيعي، خليه لفوق عشان لو رجع للوضع الطبيعي هكرر العملية من الاول تاني. والمشبك هيبقى هيركب على الجزء ده من تحت كده علشان يمسك الليبلي. الخطوة اللي بعد كده اني هشيل التيلة اللي هي ماسكة الجزء بتاع الكالون، واشيل المشبك طبعا عشان اعرف اشتغل. طبعا شيلها باي شيء تقدر عليه، بمسمار بفك ايا كان يعني. انا فتحتها شوية واسحبها بالزرادية. تمام، بعد كده اركب المشبك، ودي يعتبر اهم عملية لان المشبك ده هو اللي بيمنع السوست والبلي بتاعه ان يتنطروا مني، وبدونها طبعا هيبقى صعب تركيبه. السوست بتكون بالشكل ده وفوقيها البنز او البلية بالشكل ده. طيب البنز بيكون في الجزء ده في تحتيه السوستة، طبعا المشبك بيمنعه انه يتنتر. هنخرج الجزء ده ازاي؟ لو خبطت عليه بسيط كده هيطلع، او باي شيء معايا مفك او حاجة هيطلع، او بمجرد ما يطلع كده الطرف بتاعه هسحبه كده اتسحب معايا، والمشبك اهو زي ما احنا شايفين منع خروج البلي والسوست. هو كده ماشي خط عليهم تماما سواهم مع بعض. طبعا بدون المشبك ده العملية بتكون شبه مستحيلة. وفي كمان جزء تاني ده خلي بالي ممكن يطلع مني، ده اللي بيلف الرفاص بيكون من جزئين، كل ناحية مفتاح بتلف جزء منه. طيب الجزء ده كده انا مش محتاجه في حاجة، خليه على جنب. ده الجزء اللي بيركب فيه المفتاح. طيب هو عشان اعمل عندي طريقتين، اما اني اجيب مفتاح يكون خام مش معمول له اي اسنان وابدأ اعمل له اكونه انا اسنان عليه. طبعا المفتاح الخام عند بتوع الاكفال ممكن اجيبه منه، بس الطريقة التانية بقى اللي انا بفضلها انا اجيب مفتاح عادي يكون بيدخل عليه، وحاول اظبط الاسنان بتاعه على المفتاح لان المفتاح ده جاي من المصنع مظبوط، فهيكون افضل من كده. بس لاحظ لازم يكون كل البلي ده طالع لفوق عشان اقدر اسويه. لو لقيت مثلا بليه نازله لتحت احاول ابدل بين واحده والتانيه بحيث يكون كلهم طالعين فوق. هنا اخر واحده دي نازله لتحت، هو الواحده عاليه ممكن احاول ابدل بينهم اشوف هينفع ولا لا. تمام مش كده كلهم عاليين، المفتاح ده خلال البلي كله عالي عن مكانه. طيب لازم انا دلوقتي اساوي البلي ده بالكالون نفسه يكونوا متساويين حتة واحدة. اساويهم ازاي؟ باي شيء عندك، مبرد، صنفرة، او انا افضل بقى اللي عندي اللي هو عندي ميني كرافت عليه ركب عليه صنفرة هسوي بيه بحيث كلهم يكونوا سوي واحد، وكده ساعتها هيكون المفتاح ده هيكون هو اللي يشتغل عليه. طيب هبدأ اسوي كده جزء جزء، وخلي بالي عشان ما فيش مثلا بلة نتر ولا حاجة، اسويهم كويس واحد واحد لغاية لما يتساوي. تمام كده كلهم متساووا زي ما احنا شايفين.
كلهم اصبحوا متساويين معايا، وافضل طبعا الف فيهم لغايه لما احس ان هم ايه، مفيش اي جزء بارز. واضحين في الكاميرا ولا لا؟ يعني كده مفتاح لما يدخل ويطلع بحس بيه بانهم كلهم متساويين كده حته واحده، فكده هيقدر انه يلف ويدخل فيه. طيب هدخل الجزء ده تاني، تمام، نشيل المفتاح عشان البيل يقدر يدخل، ولازم يخلي بالي ان الرفاص يكون لأعلى كده. اضغط، تمام كده رفاص ماسك مظبوط. هسحب بعد كده السوسة بتاعتي، ايوه، وانا ماسك الجزء الدائري، تمام، ايوه كده لف معايا مظبوط. ممكن اجرب بالمفتاح، بس انا احط التيله الاول بس عشان ما يتنترش مني، لان ممكن اجي بلف المفتاح اسحبه يبقى انا كده ما عملتش حاجه. تمام نجرب كده بالمفتاح ونشوف. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وعمل اشتراك وفعل الجرس وكومنتات كتيرة والكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، تمام اشتغل ولف معايا بدون اي مشاكل. مفتاح الفابريكا، لو جبت مفتاح تاني كده نشوف، مش شغال كده. ايه المهمة اكتملت. وهنا مفتاحين مختلفين عن بعض، فمش هيفتح غير المفتاح اللي انا عملت عليه. طبعا هكرر نفس الطريقة دي على الجزء الثاني بنفس الطريقة بالظبط، نفس الخطوات كده. هكون ايه، هكون عملت مفتاح يعمل. انا طبعا عملت الطريقة دي في الاول، فهنا فعندي مفتاح هنا بيفتح على ناحيتين. طيب بالنسبة للقفل الكمبيوتر بيكون تقريبا المبدأ واحد، نفس الخطوات، بس الفرق طبعا ان في اختلافات طفيفة لان المفتاح بيكون بالعرض. بنجيب بنسة الشعر وبنعمل نفس الخطوات بالظبط. طيب هنجرب كده بمفتاح مش شغال، المفتاح ده مش شغال عليه، مش بيفتح، بس هو بيدخل جوه الكالون. تمام هنجيب بنسة الشعر وهنعمل نفس الخطوات اللي عملناها في القفل العادي. هركب السلك او البنسة ونضغط عليه ونضرب على بجسم الكالون على خشبة. نكون صبورين برضو. تمام كده لف شوية، خلي بالي بقى في الحتة دي. تمام انا كده لفيت، بيجي الرفاص بالعرض والمفتاح بالطول عشان اقدر اركب المشبك ويشيل لي نفس القصة البنز والسوسة عشان ما تطلعش كده. مفتاح بالطول، تمام. هخلع التيلة، ونركب المشبك بعديها. بس في عندي ملحوظة ان هنا الاسنان بتاعة البيلي بتكون بارزة لفوق شوية، فلازم بحاول ايه بسلك كده احاول انزلها، وانا بحط السن بتاع المشبك عشان المشبك يدخل معايا، لانه مش قادر يدخل مباشرة. طيب انا هحاول دلوقتي اركب المشبك واسحب الكالون والاسنان من جوه. ادي كده بعد ما ركبت المشبك وخلعت السن، برضو الجزء ده مش هحتاجه. اجي بقى عندي لتنظيم الاسنان المفتاح، ادي المفتاح اللي انا كان عندي. انا هنا هعمل حركة حلوة، ان انا هحاول اني ابدل بين البلي بحيث يكونوا متساويين من غير ما اكل بالمبرد، بس طبعا حسب اللي عندي، ممكن اكل مبرد او 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 ارفع حسب اللي هي هيكون مناسب لي. طبعا انا هنا رتبتهم حسب الاطوال، ونشوف العمق في كل فتحة منهم ونحط الطول المناسب لي. يعني مثلا هنا رابع عمق عندي هو اقصر نقطة، فاحط فيها مثلا اصغر بنز او بيليا موجودة. نجرب كده، رابع فتحة حط فيها اصغر بنز،
تمام، هو كده متساوي بالظبط. ماشي، ونشوف مثلا هنا فتحة تاني، تالت واحدة مثلا دي أعمق نقطة أحط فيها أطوال واحد ونجرب. تمام كده برضو في نفس المستوى. وأكرر نفس العملية بحيث أخلص كل البلي حسب كل عمق وكل كل واحدة لغاية لما أخلص كل البنز بتاعي، وأشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. لو في حاجة زيادة أبردها بالمبرد، مفيش خلاص، أهم حاجة ميكونش في حاجة في عمق عميق. يعني كده كلهم متساويين، مفيش حاجة بارزة، مفيش حاجة منخفضة. كده ممكن أجرب على كده، المفتاح إن شاء الله هيفتح معايا مظبوط. دلوقتي هنركب الكالون في مكانه وهنشيل المشبك، بس ملحوظة صغيرة إن الرفاص أخليه على 90 درجة، غير الكالون العادي كنت بخليه لفوق، أنا أخليه على 90 درجة مش لفوق زي الكالون العادي. وأركب وأضغط، وفي ملحوظة بس صغيرة إني هنا وأنا بس بشيل المشبك أضغط على رفاص سنة فوق أو تحت، وأشيل المشبك وأنا ضاغط علشان يلف معايا، لأني لو ما عملتش كده البلي هينزل في النص وهيتعبني في اللف بتاعه. هركب التيلة بتاعتي وأجرب المفتاح، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، لف تمام، الله ينور، مفيش فيه أي مشاكل. الناحية التانية أنا كنت عاملها قبل كده فبرضو إيه بتلف هنا، يعني كده أصبح عندي كالون سليم. عملت له مفتاح بعد كده مفتاحه ضايع واشتغل عندي، وأقدر بالطريقة دي طبعا أعمل أي كالون بالنسبة لي. وبس أهم شيء اللي هو الجزء المشبك ده اللي أنا عملته بنفس الطريقة دي، عشان لو حد عايز يعمل زيه الدوران بتاعه بيكون ماشي مع دوران كالون، ارتفاع دي بيكون نفس ارتفاع الجزء ده، طوله طول السلك بطول نص الكالون عشان يغطي على البلي بأكمله، ولحمته هنا بلحام حديد. وطبعا في مشبك بتباع بس طبعا ايه، فانا عملته وريحت نفسي يعني، والحاجة ام الاختراع. وبكده نكون اتعلمنا مهارة جديدة. فما تنساش لو عجبك الفيديو اللايك الظريف بتاعنا، و if you like it like it، وارجو من الله ان يكون افدتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.